العصائب أخذتها وفككتها ودتها عن طريق أربيل إلى إيران، هذا ما يشاع، هذا ما وين يقال. وين يعني هذا الأمر طلع كذب؟ اليوم ماخذينه ومخازن مضموم، والدولة تدري به، ووزارة النفط تدري به، الأجهزة الأمنية تدري به، كل الأجهزة الأمنية يعرفون إنه المعدات مالت المصفى موجودة في هذا المكان. يعني هذه التهمة أصبحت يعني حقيقة مستهلكة، إنه اللي يريد يجي اليوم يسقط جهة سياسية يستخدم هذا الأسلوب، وإلا خلي يقدم دليل على هذا الموضوع. يعني إحنا لأن انطينا دم، لأن ضحينا، لأن قدمنا، لأن حررنا بيجي اليوم نتهم بسرقة المصفى؟ فهذا الأمر يعني لأن عندنا فضائل فيريدون يعيبون علينا باعتبار أنه حررنا هذه المناطق. شو لقوا علينا العصاب؟ ما مشاركين بفساتهم وحكوماتهم السابقة، لذلك يريدون يتهمونا بهذا الموضوع.